من المركز الثقافي المجري بمدينة إسطنبول ننقل لكم اليوم معرضا يحييه الفنان المجري فيرغياز كونينغ. هذا الفنان الذي له شهرة فعلا جد كبيرة في المجر وكذلك عالميا نظرا لمساهمته في مجموعة من المعارض المشتركة وإحيائه معارض خاصة في عدة عواصم عالمية. اليوم يحل ضيفا على مدينة إسطنبول ليعرض لنا مجموعة من الأعمال الفنية التي تدخل في إطار علاقة العلم والإيكولوجيا بالفن، فن الرسم. يقدم لنا مجموعة من اللوحات الفنية التي سوف تشاهدونها معنا بعد قليل، نتابع معا. في المعرض شيئين أساسيين هما حرص الفنان المجري فيرغياز كونينغ تجسيدهما، إنهما القلاع التاريخية التي يزخر بها بلده، بما في ذلك الكتلة الكلسية والتي تعود من القرن الثاني إلى الخامس ميلادي والمميزة بمواقعها الأثرية من كنائس وأسوار وقلاع. أما الشيء الثاني فهو تحديد هوية شخصيات ملوك عهد الإمبراطورية النمساوية من خلال رسومات لجمجمة بعض الملوك وتحليلها عن طريق اتباع مراحل من الجمجمة إلى الحقيقة. هذا الفنان هو من عباقرة فن الرسم في المجر، وقد تميز بكونه فناناً يعتمد على شواهد تاريخية لإنجاز أعماله الفنية، فقد يضطر إلى اللجوء إلى كتب التاريخ والبحث من أجل إنجاز عمل فني واحد، مما يستغرق في إنجازه وقتاً طويلاً. الفنان المجري فيرغياز كونينغ في معرضه الفني اهتم بالقلاع القديمة وجسد لنا إنشاءها بطريقة فنية دقيقة جدا، فهو ليس فنانا فقط بل هو مهندس معماري أيضا، حيث كرس السنوات العشر الأخيرة اهتمامه بعلوم الآثار والتنقيب، واليوم في هذا المعرض يعرض لنا ما أنجزه خلال تلك السنوات التي تدلل على تمرسه وتأنيه في إنجاز أعماله الفنية التي يعتمد فيها على البحث العميق، حيث قسم أعماله بين القلاع وتكوين الجماجم والوجوه. الحجر هو كتلة أساسية في اللوحات التي قدمها لنا الفنان، وكذلك تصوير موقع القلاع وطبيعة الحجر والرمل. كما نلاحظ أن الفنان حاول أن يدخل ألوان الحجر والرمل في اللوحة، حيث أنه أعطاها لمسة تاريخية في قالب فني. ومن خلال حديثنا مع مدير المركز تبين لنا مدى قدم العلاقات التركية المجرية، والتي عرفت ركوداً إبان الحرب العالمية الأولى ليتم استئنافها من جديد. افتتح المركز الثقافي المجري أبوابه منذ سنة ونصف، لكن هذا التاريخ كان قد سبق بتاريخ قديم آخر، حيث أسس هذا المركز منذ العهد العثماني، وكان يستقبل وفود مئات الطلبة من المجر الذين أتوا للدراسة في إسطنبول وتلقوا تعليمهم فيها. ولكن مع اندلاع الحرب العالمية الأولى تغيرت الأوضاع بسبب نتائج الحرب، فأغلقت أبواب المركز. يرى الفنان فيرغياز كونينغ أن الفنان العظيم هو الفنان الذي تشحن ريشته ألوان الأشياء التي تحيط به، وأن من واجب الفنان أن يكون متأثراً فيما هو قريب منه، وليس غريباً أن يسير الفن على طريق الواقعية. الذي يلفت النظر هو عدم لوحاته وألوانها الجيدة التي ينقلها بكل حرص وتقدير ويجعل من اللوحة صورة فوتوغرافية، فلوحاته بوسعها أن تنطق عن ماضي هذا البلد العريق. لوحاته تحمل أسرار الماضي لكن لها صوت واضح فتقول عن آثارنا، إنها أشياء لكن لها صوت واضح يقول أن آثارنا هي أشياء لا تقبل أن تكون في عالم النسيان.